صباح الخير، انا نيفين شلبي. احنا موجودين دلوقتي في منطقه ابو رجيله. المنطقه دي المفروض ان هي مهدده بالازاله. المنطقه هنا بسبب الزباله فيها حشرات وفيها دبان، ده غير ان هي خطر للاطفال لان في قضيب قطر بيعدي في النص. يعني كل اسره هتلاقي ان فيها مريض عنده مرض صدري. جنبك هنا، جنبك هنا مقلب زباله، وورا مقلب زباله، وصدق مقلب زباله، يعني في عيشه يعني. بس احنا بنحمد ربنا برضه. صدري بيوجعني. من ايه؟ من الدخان. ايمان شعبان حجاب، 42 سنة، أرملة. وجوزي كان عيان بقاله، قعد يجي 2 و4 شهور، عملوله شالوله الحنجرة وأحبال الصوتية والغدد الدرقية. كان عنده ورم، قال لك وعنده ورم في الحنجره اهو. من المنظر، من قال لك تلوث من الزباله، تلوث من دوت، وجم ناس كتير قوي. فين وفين ما لقيتش اي حد يساعدني باي حاجه. خدت شويه شاي وسكر وبتاع وبعمل لهم ايه، وبعمل شاي على الشارع. قالت دلوقتي يقول لك البيت هيزيلوا الحته دي. طب هيزيلوا الحته دي اروح فين؟ معايا 5 زي ما انت شايفه، ادي واحده وادي الثانيه واللي هي عيانه جوه دي. بص المنظر، انا هوريك المنظر. بصي يعني ادي السرير، بص المنظر، بصي العرش اهو، ادي ده الوش خلاص. بصي اهو، ده قبل كده وقع، بقيت الم. بصي البيت كنت عامله بالبلاط، بقيت كنت الم بلاط واعمل وكده اهو. لا ما بيأذوش يعني، ما بتكلمش البيت اهو. بوتاجاز بايظ مركون، بس بوتاجاز خلاص. ورانا مقلب هنا، عارفه ان احنا في الصيف. ورا مقلب، لا ورا مقلب زباله. دلوقتي كانوا الصناديق ورا عشان نضفوا بقى عماير، جابوا الايه، جابوا الصناديق هنا. كل ده كده حواليك الزباله. تتلم البيت. طب تضربهم كده بس يا بنت. ولا في كهرباء ولا في ميه ولا في نور، كل يعني الحاجات دي احنا يعتبر احنا سارقينها. لسه قلت اما اغسل بقى واعمل حاجتي بقى، ابقى طبعا اطبخ. شغال يا مي؟ بقعد يوم الجمعه من الشغل عشان بقى اغسل لعيالي، بعمل لهم لقمه، بقى شطفهم زي اي واحد. ما لازم اكون ام واب ليه طبعا، بقعد بره للعده، ويوم الجمعه لازم اخدوا اجازه لعيالي. فلازم طبعا، ما انا هوديهم فين ولا هم يروحوا فين؟ غصب عني لازم اكون ام واب ليهم. شوف اختك عيانه يا بنت، شوف اختك عايزه ايه بدل ما شوف اختك صباح. بص بقى لو سليم زمان يخلص. غسلوني. ماشي. يا يشيلونا يا يودونا شقه نظيفه، يا يسيبونا ويقولوا لنا مثلا دي بيت. هتلاقي يجي 4000 بيت نفس المشاكل دي، ومش انا بس اللي ارمله، ناس كتير، ناس كتير من ما فيهاش الا معاش الشؤون. معاش الشؤون يعمل ايه؟ 160 جنيه واخداها بعد 8 شهور من موته. دي امنيه عندها 5 سنين، التهاب الرئوي ده من حوالي عندها، وهي عندها سنه ونص. ورحت وديتها المستشفى الاول، ورحت المطريه حولوني على منشيه البكري. منشيه البكري بيعملوا لها جلسات وعملوا لها اشاعات على حسابنا. وراحت قالت لي ايه؟ قالت لي يا ماما ده عندها التهاب رئوي ولازم تحجزي بيها. الكلام ده كان الساعه 2 بالليل، ده من الدخان والزباله والكلام ده. قلت لها طب ما احنا اصلا عايزين في زباله، المفروض ما تتعرضش للدخانه، المفروض ما تعرضش للزباله. لو ربنا اللي يعلم بقى، الحمد لله على جيب ربنا. والاخر يقول لك هتتشالوا. طب ان شاء الله اروح فين؟ الناس بتشتري الميه، بس الناس